عرف في المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس صافي 27 درجة مئوية، الملموسة 24، الرطوبة 12%، والرياح خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، ستاكة طقس غائم جزئي 37 إلى 23، عرعر 38 إلى 25، وتبوك أتربة مثارة 33 إلى 22. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 39 إلى 28 مع فرصة ضعيفة وخفيفة لهطول زخات رعد من الأمطار. مدينة جدة 41 إلى 27، مكة المكرمة 45 إلى 31، أما الطائف أيضا فرصة ضعيفة لهطول زخات رعد من الأمطار 32 إلى 20. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة زخات رعد من الأمطار 29 إلى 21، أبها أيضا زخات رعد من الأمطار 28 إلى 19، وجازان تفرق لبعض الغيوم 36 إلى 32. المنطقة الشرقية، الدمام 38 إلى 24، حفر الباطن 38 إلى 27، والإحساء 37 إلى 24. المنطقة الوسطى، نبدأ من حائل، طقس غائم جزئي 32 إلى 23، بريدات 35 إلى 25، نفس الحرارات أيضا في العاصمة الرياض 35 إلى 25. إلى اللقاء.